يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة لذيذة كعادة حلقاتنا الحمد لله في بيتكم برنامجكم كل يوم أكلة مع فيفيان. والنهاردة يوم الثلاث، يعني إيه أكلات خفيفة لطيفة من الأسماك. عايزة أقولك أنا بالنسبة لي بحس إن الصيف بيحب السمك. هتقولولي بس الصيف ما بيحبش وقفة المطبخ، بس هقولكوا إن في أفكار كتير للسمك غير إن إحنا نقف ساعات ننظف ونعمل طواجن ونعمل أكلات كتير توقفنا بساعات المطبخ. إذن حلقتنا النهاردة سهلة وسريعة وبرضو من الأسماك، ده غير إن مشرفني ونورني كعادة حد وتلات شيبسي معينا. فاستنوا حلقة قوية جدا بعد الفاصل، استنونا. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما متعودين يوم الثلاث بيبقى طبعا اكلات بحريات، بس زي ما اتفقنا الصيف بيحب التغيير، يعني الصيف يحب الساندوتشات. طيب انا النهارده عامله لكم اكتر ساندوتشات كلنا بنتفق عليها، وخصوصا الست المصريه كده سعادتها انها تقوم تقلب حبه حاجات مع بعض وتقضي بيها اليوم. بس عايزه اقول لكم يعني مش معنى كده ان احنا هنقلب الاطفال والاولاد وهنقلب الاكله، لا لا خالص، احنا هنقلب الحاجه اللي احنا هنعملها. ولكن عايزه اقول لكم ان الاكلات البسيطه دي اللي بتتحط كلها في ساندويتش هي بتكون عظيمه. ليه بقى؟ اولا انت بتلمي كل حاجه فيها فايده وبتحطيها في الساندويتش ده بدل ما تقعدي تعمليه في اطباق. فكره الساندويتش للاولاد عايزه اقول لكم ان هم بيحبوها جدا، خصوصا لو هيلقطوا جنبها الشيبسي. وعلشان المصريين بيكملوا قطمة الأكل وبعدين قطمة شيبسي، فشيبسي عاملة لنا نكهات حلوة جدا جدا وفهمة المصريين بيعملوا إيه. عملت لنا قطمة أكل وجنبها لازم بعد كده حتة إيه؟ شيبسي. طيب النهاردة هنعمل سندوتشات تونة وهقدم جنبها طبعا شيبسي بالليمون المعصفر وشيبسي بالتومية. وعايزة أقول لكم الاتنين جنب السندوتشات دي خطيرة. مش كده بس، كمان هنعمل النهاردة سلطة حلوة قوي قوي قوي. عايزة أقول لكم كده حلاوتها وجمالها لما تتعملوا تقعدوا تلقطوا فيها، خفيفة مش هتكلفنا كتير ولكن طعمها خطير وفايدتها رهيبة. تعالوا نشوف مقادير النهاردة وهنعمل ايه وشيبسي ازاي هيكمل لنا طعم الاكل. يلا بينا. اول حاجة انا هعمل سندوتشات تونة بسيطة جدا جدا جدا، قيمتها الغذائية عالية قوي قوي قوي، وهقدمها جنب شيبسي بالليمون المعصفر. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هجيب علبتين تونة. العلبتين التونة ده انا بوعدك بالحاجات اللي انا هعملها هيديكي كمية رهيبة حلوة جدا جدا تعمل سندوتشات وتكفي معاكي. عبارة عن ايه بقى؟ علبتين تونة أو تلات علب تونة زي ما أنت عايزة، فلفل ألوان مكعبات صغيرة أحمر وأخضر وأصفر، ما عنديش أحمر وأصفر فأنا عادي جدا هستخدم الأخضر. طيب محتاجة بقى إيه؟ علبة ذرة حلوة. طيب ما عنديش برضه، أنا ممكن أستغنى عنها مفيش أي مشكلة. بقدونس بقى مفروم، جزر مبشور، بصل احمر جوليان. وليه الاحمر؟ علشان ما يكونش حامي معايا وكمان يكون طعمه مسكر. طيب زيت زيتون، عصير ليمون وخل وملح وكمون وفلفل اسود وكابوتشي. عايزه تقدميها في توست اوكي، عايزه تقدميها في عيش فينو حلو قوي. وللتقديم زي ما اتفقنا شيبسي بالليمون المعصفر وشيبسي بالتوميه علشان يكملوا طعم الاكله. طيب عايزه اقول لكم ان فجاه لقيت السوشيال ميديا مقلوبه اول امبارح وامبارح بيقولوا الحقوا المصريين بيعملوا القشر التين الشوكي محشي. انا اتفاجئت بصراحه زي كل الناس، اموت واعرف مين اللي فكر في الفكره دي وايه مداها. انا مش متخيلاها لان انا فكره عندي الغطا بتاع التين الشوكي هو عباره عن ايه؟ شوك. فيعني ان احنا نقعد نشيل الشوك، بصوا احنا قادرين ونعملها، يعني ما نكرش ان احنا قادرين ونعملها عادي جدا. احنا بننظف المنبار وناكله، وننظف الكرشه وبناكلها عادي خالص، بننظف الكوارع وناكلها. ولكن ان احنا ننظف القشر بتاع التين الشوكي من الشوك علشان نحشيه، لا بصراحه فكره جباره. تقدروا تعملوها؟ يعني ممكن تاخدوا الخطوه والقرار ان انتوا تعملوها؟
طب انتوا متخيلين طعمه هيكون ايه؟ ده بقى اللي عايزه اسمعه منكم في التليفونات. طيب النهارده غداكي عندي، مفيش اسرع ولا اسهل من كده. هعمل ايه بقى؟ يلا بينا. هروح اجيب البوله بتاعتي وهروح عامله ايه؟ البصل عندي هنا اول حاجه هحطه، لان ده اللي هيحلي لي سلطة التونة كلها. معلش ما احنا بنعمل سلطة التونة دي يعني كتير يا فيفا. السلطة بتاعتك مختلفة في ايه؟ هقولك دلوقتي مختلفة في ايه. البصل الاحمر اللي عندي هو اللي هيخلي لي السلطة دي مختلفة. طبعا السلطات يعني سلطة حمراء، بصل احمر. طيب هعمل ايه؟ على البصل ده هرش رشة الملح. تمام تمام كده. وبعدين انا عايزاها مسكره يا جماعه، انا عايزه البصله بتاعتي والسلطه بتاعتي مسكره، واروح رش عليها رشه فلفل اسود. يبقى رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه بابريكا وكمون طبعا. وبعدين بقى لازم لبست الجوانتي ليه؟ علشان عايزه ادعك البصل ده شويه. مع ايه بقى؟ مع الليمون خلاص، ومع الخل. اتفقنا؟ يبقى انا عندي هنا البصل الاحمر نقعته وبدعكه بالليمون والخل والملح والفلفل الاسود والكمون والبابريكا. عايز اقول لك بقى سيبي البصل ده كده على جنب 10 دقايق ربع ساعه. هيفرق في ايه؟ البصل عندك هنا كانه بالظبط بخلله، لما بحط ليمون وخل وشويه البهارات بتوعي دول كاني بالظبط بخلل عندي هنا البصل. البصل ده بقى هو اللي هيطعم لي بقيه السلطه. فانا هقول ان انا سبته ايه 10 دقايق ربع ساعه، ولكن انا هشتغل على طول. اول حاجه بقى بحطها بعد كده هي ايه؟ التونه. فاكرين لما عملنا التونه مع بعض قبل كده؟ تقدروا تعملوها يا جماعه في البيت وهتطلع معاكم خطيره تحفة. وعملتها كمان من غير سمك التونة، عملتها بالسمك الماكريل، وعايزة اقول لكم تحفة يعني. كذا حد جربها ورجع شكر لي فيها جدا. وعلى فكرة الوصفة دي مش مجرباها ان انا اعمل التونة من الماكريل، لا يعني عملناها قبل كده عندنا في البيت عند بابا. مش عايزة اقول لكم انبهرت بطعمها، هتعجبكم قوي. انا هنا حطيت التونة، هعمل ايه بقى؟ نشيل الاصفر ده بس شويه ونقلبها تقليبه حلوه اهو. وبعدين اروح حاطه بقى كل حاجه عندي. يا عم حسين مساء الفل يا شيخ. ازيك يا عم حسين؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. الله يخليك يا عم حسين. الله ينور. والالوان الحلوه دي يا شيف دي ربنا يخليك يا عم حسين. شكرا شكرا، ربنا يخليك. تسلم لي والله. انت يا اخبارك؟ عامل ايه؟ تسلم ايدك والله، لسه ما بتعرف والله. ربنا يخليك. قول لي يا عم حسين، ممكن تجرب محشي التين الشوكي؟ لا لا مجرد فكره يا ممكن، بس ممكن نجرب. تجرب؟ معقوله عادي؟ لا يعني لو فكره حضرتك، لو هتنفذيها في حلقه ممكن. لا لا انا ما انفذهاش في حلقه. لا انا مش هنفذها. احنا رمضين. لا انا ما بمشيش ورا الترند بصراحه، يعني ممكن حاجه اتقبلها اعملها، لكن في حاجه ما تدخلش هنا، يعني ما تدخلش دماغي. يعني انا اجيب قشر التين الشوكي اللي انا اساسا وانا باكل التين الشوكي بعد احس ان انا الشوكي واقف في كل زوري، اجيب بقى التين الشوكي قشره نفسه علشان اعمله محشي؟ الكرنب اثر معايا في ايه؟ ورق العنب اثر معايا في ايه؟ البتنجان اثر معانا في ايه يا عم حسين؟ لا لا حضرتك، لا فكره يعني مستبعده، يعني فكره مجنونه. ايوه لا لا فكره مجنونه يا عم حسين. نورتني يا عم حسين. ماشي يا شيف، ربنا يخليك يا عم حسين، نورتني مع الف سلامه. طيب انا عايزه اقول لك ان كده احنا خلصنا. بصي سلطه وجنب، بصي العلبتين عملوا معايا كميه قد ايه؟ ها؟ بفلفل الوان، بجزر، ببصل، بدوره. بصي عمل معايا كميه قد ايه؟ نحشي في السندوتشات ده انت هتحشي لحد ما تقولي ستوب. ولو انت بتعملي دايت فانا بحب اقول لك ان انت ممكن تاكليها
بعيش توست مثلا او بالعيش الدايت بتاعك او تاكليها كده كسلطه، هي دي بالنسبه لك هتكون الغداء خطيره تحفه. طيب هعمل ايه؟ هروح شايله كده. وتعالوا بقى نعمل الساندوتشات. وكمان هقول لكم على فكره حلوه جدا لو انت بتعملي دايت ممكن ايه تنفذيها. يا ام دانيال يا مساء الفل يا شيف، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشيني. وحشينا جدا. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. اجازه سعيده يا رب. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. تسلمي. الحمد لله على سلامتك يا شيف. وحشتوني جدا. وانت اكتر بصدقيني حبيبتي ربنا. كنا مفتقدينك جدا صدقيني، وانا كنت مفتقدكم اوحش ما في الاجازه ان انا ما بتكلمش معاكم ما بسمعش صوتكم. ربنا يخليكي حبيبتي. ربنا يخليكي. وبجد مبسوطه اني سمعت صوتك. وليه الاسكندريه عامله ايه؟ حلوه. الناس عاملين ايه؟ حلوه. لا الجو بدا ان هو يبقى مرطب شويه يعني. ايوه بدات تنزل. انت عارفه ان احنا عندنا هنا في القاهره الجو بدا يكون حلو كمان. ما الجو بدا يتحسن كتير عن شهر 7. لا حلو قوي بصراحه، بقى احسن كتير. ايديكي على وصفاتك والاكلات الحلوه اللي بتعمليها يا شيف. حبيبتي ربنا يخليكي. انت ممكن تاكلي تونه النهارده، فتلحقي الوصفه دي مش بكره صح؟ حلوه. شفتي انا فاهماكي ازاي؟ طب قولي لي يا ام دانيال، نعم يا شيف، تقدري تجربي محشي قشرتين الشوكي؟ لا صعب. صح؟ لا ما صعب. ماله الكرنب يعني؟ ما قالوا البتنجان اثر معانا في ايه؟ الكوسه الجميله اثرت. الكوسه بحبها جدا. صح؟ وانا كمان بعشق الكوسه. لا حلوه حلوه الاكلات دي حلوه، لكن التين الشوكي صعب ان هو يكون محشي يعني. قوي قوي مش متخيلاه بصراحه. مش خالص يعني. وانا كمان. تعيشي وتعملي يا حبيبتي دايما. تعيشي يا حبيبتي. عامله اكل النهارده كده. شوربه خضار. الله، ابعتي لي طبق بقى. انت عارفه انا بحب جدا اعمل على شوربه الخضار احط فيها شويه لسان عصفور. ما انا كده برضه بجد. احنا كده متفقين. ابعتي لي طبق. عينيا يا ست تؤمري. حبيبتي دايما عامر، كل سنه وانت جميله وطيبه. يا حبيبتي دايما متألقه كده، وكل سنه والاسره كلها طيبه. حبيبتي كلنا طيبين يا رب. تعيشي يا حبيبتي. نورتيني يا حبيبتي. سلام يا حبيبتي. مع الف سلام يا ام دانيال. طيب بصوا الفكره دي حلوه قوي. انا عملت ايه يا جماعه؟ انا حشيت، ما هم بيحشوا اي حاجه. انا حشيت، بصوا عملت كده اطباق من الكابوتشي. لو حد بيعمل دايت كل اللي هيعمله ان هو هيلف دي كده اهي وهم يا جمل، بس كده. بس كده. ممكن تبدلي الكابوتشي دي بايه؟ ممكن تبدليها بالكرومب الابيض او الاحمر، برضو بتبقى خطيره خطيره. هفتح بقى جنبها بقى كيس شيبسي بالليمون المعصفر، واحد بخمسة جنيه. خلاص احط بقى هنا حبه نكمل الطعم. قطمه وقطمه من غير ما تعصري ليمون على الطبق ده تاني. انت كده هتكملي بطعم الليمون المعصفر ولا محتاجه حتى اي مخلل. طبق خطير وما اخدش ثواني مع الحر، ومغذي جدا جدا وهيعجب الولاد قوي. وطول ما احنا بنلون في اكلنا يا جماعه صدقوني الاكل بيطلع ألذ واحلى. بس كده بصوا كده، نحط حبه هنا كمان شيبسين يعني نفتفتهم كده، الحبه الفتافيت الحلوين اللي بيبقوا في الاخر دول اللي مليانين الطعم كله والملح كله. ها اللي احنا ما بنسيبهمش وما بنرحمهمش دول. انا قدمت هنا اول طبق معايا بطعم ايه؟ الليمون المعصفر. شكرا. سوري سوري سير. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ نعمل سندوتشاتنا بقى. مش كده وبس، تعالوا اعمل لكم كمان كلاب ساندوتش خطير من الاكله دي. عايزه اقول لكم الساندوتشات الكلاب ساندوتش ده بيتباع برقم خزعبلي. ليه؟ انا مش عارفه. لو انتوا كان عندكم مناسبه وفكرتوا تجيبوا طبق الكلاب ساندوتش ده علشان تقدموه على البوفيه او تحطوه في الـ في الـ في الـ الاطباق بتاعتكم، لا يعني رقم خزعبلي. هو عباره عن ايه؟ تونه سلطه، سلطه حلوه زي ما احنا عاملينها كده، ومحطوطه في توست. بس الفكره بقى بنعمل ايه؟ بنجيب التوست بقى عندنا
وشويه شيبسي. فاذا انت لو على البحر ماشي، لو انت عندك عيد ميلاد الفكره دي رائعه، وتفتحي جنبها كام شيبسيايه وخلاص كده. بصوا لازم نشيل اطراف هنا عندي التوست بتاعي. نادي تمرين، انتوا عارفين قد ايه التونه مفيده جدا جدا للناس اللي بتلعب رياضه. اهي بقطع بالسكينه بتاعتي، بحاول اساوي كده كله، بس لازم اشيل الاطراف. لو انتوا يعني انا هعملها عشان زي بتاعت بره بالظبط، لكن انتوا ممكن ما تشيلوش الاطراف عادي جدا، يعني مش هتطلع هتبقى فيها حاجه. يا دنيا يا دنيا دنيا، الو اين انت؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتك، اللي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انت اخبارك؟ بجد انا بحبك جدا يا حبيبتي، من القلب للقلب. بتكلميني منين يا دنيا؟ من هنا من مصر. من هنا؟ ما انا عارفه من ايجيبت. من فين يا روحي؟ من المحلة يا حبيبتي، اهلا بيكي. كنت عايزه اعرف طريقه المكرونه البشاميل. المكرونه الايه معلش؟ مكرونه البشاميل. مكرونه بالبشاميل. انا عايزه هنا التليفونات بالبشاميل. حاضر. بس كده عيوني. ايه؟ عيوني. حاضر. طيب بصوا، انا بعد ما حشيت كده الساندوتش عندي بروح قطعاه بالشكل ده اهو، بدوس عليه دوسه بيبقى عندي كده. بصوا عامل ازاي، تحفه وهم يا جمال على طول. بصوا الواناته اهو، الواناته التحفه. تعالوا برضو نحطه على البلانشا ونعمل واحد تاني. ماشي يا مدام لوريس، وحشتيني جدا. وانتي اكتر كتير قوي. عامله ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه اتصل بيكي يعني، بقالي كام يوم عماله بحاول. بصي حبايبك بقى حلوين كتير قوي يا حبيبتي، ربنا ما يحرمني منكو كلكو، ربنا يخليكي ليا. عامله ايه؟ ودايما كده منوره، والاصفر بقى مولع بصراحه حبيبتي. يعني ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. دايما كده جميله ومنوره الشاشه، منوره بيكي، منوره بيوتنا حبيبتي. وحياتنا كلها حبيبتي. ربنا يديم عليا نعمه بجد، وجودكم في حياتي وحبكم ونعمه المكان اللي انا موجوده فيه بجد، ربنا يخليكم ليا. ربنا يخليكي، والف سلام عليكي يا امي يا حبيبتي يا جميل. حبيبتي ربنا يخليكي لي. وحشتيني قوي. وانتي كمان قوي يا حبيبتي. وانتي كمان قوي. عامله ايه اخبارك؟ كله تمام، حلوة ربنا الحمد لله. الحمد يا رب لله. دايما يا حبيبتي. والحاجات الحلوه الكلاب ساندوتش دوت، والحاجات الافراح والحفلات اللي بنروح نشتريها بكتير قوي اهي. قوي ايوه ده رهيبه وعايزه اقول لك هو ما فيهوش اي حاجه غير اللي احنا عملناه ده. يعني بصي، هو كسل، هو كل ام يعني طبعا لو هي حاولت تعرف تعمل احسن من كده كتير، لكن هي كسل. الواحد يقول لك لا اشتري بقى من بره اريح. مفيش وقت. مع ان الدنيا حر والحاجه بتبوظ. بصراحه الواحد لما بيعمل في البيت يبقى احسن يعني. واوفر طبعا كتير. حبيت انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طب استني بقى، انا عايزه اسالك في سؤال. ايوه هتجربي محشي ال الخاص دوت؟ لا مش خاص، يا ريت خاص. قولي محشي ال التين الشوكي؟ لا 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 لا، ما عنديش استعداد. ما عنديش استعداد ليه؟ ده سهل جدا، هتجيبي قفص تين شوكي وتروحي وبعدين تقطعي التين الشوكي، تاكلي التين الشوكي وبعدين تجيبي القش تقعدي تنقي منه الشوك، وبعدين تعملي خلطة المحشي وتحشيه. سهل جدا اهو. بيبا ده احنا لما بنيجي ننقيه وبلبس الكيس ولا الجلافز نفسه بيخش لي الشوك. حبيبتي انا وانا باكله بحس ان انا بقيت معنا شوك.
أيوة فلا بصراحة فكرة مجنونة. طبعا طبعا فكرة مجنونة. نورتيني يا حبيبتي. معاكي كل جديد يا بيبي. ربنا يخليكي ليا. تحرمش منك يا حبيبتي. كله سلمنا عليه وكل سنة طيبين. وانتي طيبة يا حبيبتي. مع ألف سلامة يا حبيبتي. طبعا يا جماعة احنا ممكن نحطها في عيش بلدي أكيد، يعني مش معنى ان هي يعني سلطة التونة ألوان ودورة لا، ده عادي جدا ممكن نحطها في عيش بلدي وناكلها. ممكن نحطها على شوية مكرونة شوية رز، لان احنا هنا بنتكلم في بروتين نباتي. خلاص انا هعمل ده وندخل على اللي بعده. بس مفيش اسهل من كده. لما اهو اهو عايزه اقول لك هتعملي كده مش هياخد معاكي وقت. طب هنقول ده هيروح فين؟ طبعا ده معروف بيتضرب في بيتحمص، بيتضرب في الكبه مع شويه ايه، مع شويه بقسماط وشويه دقيق، ويتعمل بيه احلى فيجيتور، احلى فيجيتور صدقوني خطير. تعالوا نعمل بقى الاول ساندوتش ده كده، وبعدين نروح لفاصل نشوف بقى لو عايزين نحلي السلطه دي اكتر واكتر انا ممكن اعمل ايه. بصوا بقى ساندوتش مليان ازاي. عارفه انت لو ابنك ولا بنتك ولا انت اكلتي ساندوتش زي ده، الساندوتش ده يخصني. عايزه اقول لك انت لو اكلتي ساندوتش ده انتوا عايزه اقول لكم مش هتقدروا تاكلوا التاني، مش هتقدروا تاكلوا التاني، مش عشان هو فينو ولا لا لا، عشان هو مليان بصل وجزر وفلفل الوان فمشبع جدا مع التونه. طيب تعالوا اهو نحطه كده وهعمل تاني ونروح لفاصل صغير ونرجع نشوف هنعمل ايه ونحل السلطه دي كمان وكمان. استنوني. هلا والله هلا. بصوا بقى انا بعمل ايه. جبت الكابوتشي وهقطعه كده ماشي، دي بقى بطريقه تانية بصوص تاني خالص يا جماعه، بافكار تانية مختلفه. الاولانيه ما فيهاش حاجه وبسيطه، كل ده فيه بسيطه لان فيه لسه الاكتر. هاخد ده بقى واحطه على السلطه بتاعتي اللي انا عاملاها، اللي انا بصوا عملت منها ثانيه واحده بس. تعالوا لي هنا علبتين تونه، عملت منها الكلاب ساندويتش، عملت منها سلطة التونة اللي في الكابوتشي على طول كده قطمة وقطمة شيبسي بالليمون المعصفر او بالتومية. بصوا عملت كام بيها ساندويتش اللي هو الكبير من الفينو، قد ايه؟ 4 ساندويتشات فينو، ولسه عندي كمية حلوة قوي قوي من السلطة. كل ده ولسه عندي كمية حلوة جدا من السلطة. هعمل عليها ايه بقى يا جماعة؟ قطعت شوية الكابوتشي دول اهو وهحطهم عندي هنا خلاص، وهاخد من هنا بقى ايه كمان كده حته تونه معايا علشان ازود الكميه. وبصوا بقى هعمل هعمل سلطه التونه بالهاني ماسترد. يعني ايه بالهاني ماسترد؟ يعني انا هحط لها عسل ابيض، هحط لها مستردة، هحط لها مايونيز وكمان شويه ليمون تاني. تعالوا ننزل المقادير عشان تشوفوها. هي هي السلطه بتاعتي، هي هي السلطه بتاعتي، بس انا زودت لها كابوتشي اهو قطعته معاكم، وهزود لها العسل وهزود لها المستردة وهزود لها المايونيز، وهتطلع عامله ايه رهيبه، هتطلع عامله ايه جميله جمال غير عادي، طعمها خرافي اهي. المايونيز يا جماعه من الحاجات اللي بتليق جدا جدا مع التونه، والعسل يا فيفا معلقه عسل بس كده، واحنا محيقين وحاطين ملح وفلفل اسود وكل ده. كل ده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده علبتين ثلاثه تونه زي ما انت عايزه. الله الله يا نهار ابيض على ريحه التونه خطيره، ريحه الطبق ده بصوا يتاكل حاف. ولكن احنا مش هناكله حاف، احنا هنعمل ايه هقول لكم. هجيب عندي هنا التوست ده وهحمصه هو والعيش الفينو، ممكن زبده كمان اهو كده، واديله تحميصه ماشي.
يا دعاء. واجيب العيش الفينو كمان. ابنة الجميلة القمر شيف ديفو، ربنا يخليكي يا دودو. عاملة ايه؟ يا رب يخليك يا فندم. ولو ان حضرتك بقى بالاصفر ده مش قمر خالص، ده انت شمس القناة كلها. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي بجد، ميرسي ليكي قوي يا دودو. عاملة ايه؟ ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله حبيبتي يا رب. تسلمي حضرتك يا فندم. تسلمي لي يا فندم. مين احنا اصحاب؟ انا اقول لك يا دودو انت تقولي لي يا فيفا. فندم دي مش بتاعتنا خالص. حبيبتي يا شيخ والله زي العسل. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليكي. عاملة ايه اخبارك؟ الحمد لله حبيبتي. تسلمي حضرتك يا فندم. حبيبتي برضه تاني يا فندم. ماشي هسامحك هسامحك. تسلمي لي يا دودو. تسلمي لي يا دودو يا حبيبتي. قولي لي. نعم. بتستسهلي سلطة التونة ولا ايه نظامك؟ لا والسلطة الخضراء بحبها اكتر. سلطة ايه؟ السلطة الخضراء. السلطة، لا سلطة التونة ملهاش علاقة بالسلطة الخضراء يا دودو. دي حاجة ودي حاجة يا دودو. لا حضرتك بتكلم على السلطات عامة يعني. السلطات اه عامة. تمام ماشي. لا فعلا انا بحب السلطة الخضراء. انا معاكي بس سلطة التونة. كنت عايزة اقول حاجة بالنسبة للمحشي. حضرتك بتقولي تيم شوكي. لا انا مش ما جربتوش بصراحة، ومش عايزة اجربه. انا ما اعرفوش يعني بصراحة. انا ما اعرفوش. انا ماليش دعوة بيه. محشي ورق الخاص برضو جميل جدا وتحفه قوي. انا جربته يعني فوق الروعه والله. لا ده انا بعشق حاجه اسمها محشي ورق خاص. ولا انا بحبه قوي، وهو ورق العنب يعني من افضل الاكلات اللي بحبها بصراحه. ما هو دول طبيعيين حياتي يعني، دي محاشي طبيعيه ربنا خلقها عادي ناكلها، بس ده شوك. فانا مستغربه الفكره، ولكن دايما بقول يمكن مع التجربه نلاقي حاجه تانية يعني. سبحان الله. في حاجات بتبقى مش بس غريبه، في حاجات بتبقى الواحد حاسس بازعاج لما بتتقال يعني، مش بس انها غريبه. في حاجات بتبقى غريبه ممكن نجربها تطلع كويسه، بس في حاجات مش عارفه يعني يبقى العقل حتى مش مستوعبها. اللي تحسي ان هو بقك لا 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 مش قادر، عارفه؟ لا ده اكيد طبعا. صح معاكي، عندك حق حبيبتي. نورتيني يا دودو كالمعتاد. ربنا يخليك حبيبتي. ميرسي يا دودو. شكرا. بصوا بقى هنا انا بحمص العيش، بس بديله تحميصه بسيطه ها، واروح حاطه فيه عندي هنا ايه التونه. بصوا هروح عامله ايه تاني، هو في صوص ماشي، هروح حاطه تاني هنا شويه زيت زيتون او زبده زي ما انتوا عايزين، واعملوا كده حمصوا من الجنبين. لا بجد يا جماعه هيعجبكم جدا. ونحط هنا كمان توستايه وتوستايه علشان احنا عايزين نعمل الساندوتش ده بقى خطير. بصوا عامل ازاي، بصوا الساندوتش ده خطير. حطيت له كابوتشي تحت بالتوست. عايزين تقسموه نصين طبعا اقسموه، اوكي؟ عايزين تقسموه نصين اقسموه، بس هو حلو جدا. هنا اهو هيعجبكم قوي قوي قوي. توست وحطيت عليه خلاص. طيب تعالوا بقى نجيب ده كده ونعمل ده كده. بصوا بقى تعالوا نقلب الرغيف بتاعنا كمان اهو. الله هتلسع. طيب تعالوا بقى نرفعه خلاص ماشي. وهاخد كمان التوست بتاعي ده خلاص كده اخد اللون والتحميصة المتينة ماشي. ونحط عليه التونة ماشي اهو. تعالوا نقلبه تاني عشان ايه. الله اخد لون سريع جدا جدا وخطير اهو. نحط ده، ده كله بعلبتين ثلاثة تونة اهو. بس الخضار فيه هو اللي مكتر الحاجة ومروشها ومخلي طعمها مختلف. هقسمها بقى نصين. تعالوا نقسم ده نصين ونقسم ده نصين ونتفرج على الحلاوة. يلا الله. سامعين القرمشة اللي حصلت؟ بصوا عامل ازاي. وطبعا هقدمه بقى ده جنب شيبسي طبعا بالتومية اكيد. وادي عندي كمان الرغيف بس اهو خطير، هيعجبكم جدا. وهقدمه جنب شيبسي بالتوميه. يلا بينا اهو.
بس كده. بس كده. طيب تعالوا بقى اقول لكم على، بصوا انا لسه عندي هنا يا جماعه كميه عامله ازاي. لا ده البركه عندي لسه كتير. بصوا الكميه عندي هنا ازاي. لا معلش انا هحطها في سندوتشات، مش هسيبها، حرام حرام. بس تعالوا وانا بعمل سندوتشات تعالوا نقول المقادير بتاعه السلطه الثانيه. ما انا قلت لكم النهارده هنعمل سمك بس بسلطات، وهنقدمه جنب شيبسي بالليمون المعصفر والتوميه. طيب الوصفه اللي جايه بتاعتي هي سلطه، بس سلطه يا جماعه ميكس، ربما يكون في حد يستغربه، ولكن هي بتتقدم في مطاعم خصوصا المطاعم الصيني اللي هي بتعمل السوشي. عايزه اقول لكم عباره عن ايه. يلا بينا. عباره عن جمبري، ماشي، هحط عليه الجمبري ده، شويه خضار عباره عن فلفل الوان، وعندي هنا كابوتشي، وعندي هنا مانجا. ما تستغربوهاش، المانجا خطيره، عشان كده بسالكم مانجا النهارده. وكمان عندي هنا زبادي ومستارده، وعندي كمان كمون وتوم بودره، وكمان بابريكا وزعتر. ماشي، مقادير سهله جدا جدا. فيها بس الحاجه اللي ممكن تستغربوها هي ايه، هي عندي هنا الجمبري مع المانجا، ميكس خطير صدقوني. دقته قبل كده في مطعم مع السوشي، انا انبهرت بالسلطه دي، لا انبهرت بيها وبطعمها خطيره. انا اول حاجه طبعا هعملها هي الايه، هسوي طبعا الجمبري، وكل حاجه بعد كده عندي سهله. عندي هنا الجمبري زي ما انتم شايفين كده، انا جايباه وسط صغير زي ما انتم عايزين. هروح حطاه في الزيت يقرنش، وطبعا هتبله بكالمعتاد ببابريكا وتوم بودره وبصل بودره وملح وفلفل اسود وكمون وبس كده. خلاص يلا نتبله. ادي البابريكا، بصوا هيقرنش معايا على طول وهيديني اللون، وريحته خطيره وما بياخدش وقت يا جماعه. يعني انا هعمل ايه، هتبل، ها هيقرنج معايا وعلى طول هخرجه. رشه توم بودره، بصوا انا عامله حبه قليلين جدا اهو، بصوا على طول هيقرنج معايا ويستوي. لحد بقى ما يستوي مش هياخد وقت معايا خالص. هنروح لفاصل ونرجع نشوف بقى هنعمل السلطه دي ازاي، وهقدم جنبه كمان ايه. استنونا. اقول لكم رغم ان الجمبري مش عامله فيه حاجه، الا هنا عندنا الاستاذ بيقول لي الله ريحه الجمبري خطيره. بسيطه يعني، هي طريقته بسيطه ولكن هو مستوي صح. يعني ايه الجمبري يستوي صح يا جماعه؟ بس فكره بقى ومعلومه. اولا الجمبري ما بياخدش وقت خالص في التسويه، الجمبري كبير وثلاث دقايق ويكون مستوي. التتبيله بتاعته كل ما كانت بسيطه كل ما كان طعمه احلى. عايزه اقول لكم بيتحط على النار، اول ما لونه يتحول للون الاورنج يبقى هو كده استوى. بياخد قد ايه؟ مش اكتر من 3 دقايق، شرط النار تكون عندي عاليه، الطاسه تكون عندي واسعه، مهم جدا تكون كمان سخنه، ساعتها هتاخدي احلى تسويه للجمبري من غير ما يشد معاكي ولا يتحول طعمه للون سوري ولا يتحول قطمته للكاوتش كده، تحسي انت بتاكلي حاجه كاوتش، لا يبقى في قطمه لذيذه. طيب انا سويت الجمبري، تعالوا بقى نعمل ايه؟ السلطه. يلا بينا. انا قلت لكم هقول بس ايه، بس سريعا عشان كنت حاسه ان انا مستعجله وانا بقولها. انا عندي مانجا، فلفل الوان، كابوتشي، جرجير، عندي انا بس بقولها، 4 معالق كبيره مايونيز، معلقتين مستارده، عسل ابيض وعصير ليمون وخل وملح وفلفل اسود. زي ما قلت لكم السلطه دي انا اكلتها يا جماعه في مطعم صيني وعجبتني جدا جدا. قعدت بقى عايزه اقول لكم يعني انا مقاديرها دي انا ما طلعتهاش من مكان مثلا ولا هي منتشره، لا انا قعدت فصصت السلطه فيها ايه، الطعم ده جاي منين. ما هو اول حاجه علشان بس تعرفوا تظبطوا اكلكم
على فكره بجد الحركه دي بتخليكوا ازاي تستمتعوا وتستطعموا الاكل، مش بناكل وخلاص، لا في فرق ما بين ان احنا بناكل عشان نشبع وبناكل علشان نستطعم، عارفين نعرف الاكله دي معموله ازاي. فانا بصراحه اصلا ابتديت الموضوع كده، ان انا لما كنت بدخل اي مكان اقعد افصص، مش باكل وخلاص، اقعد افصص هما الاكله دي ايه؟ معموله ازاي؟ حاطين ايه؟ عارفين هو واقعد اشيل القشره وافصص واكل الحته اللي جوه لوحدها، ولو في طبقه خارجيه اكلها لوحدها عشان اعرف هما بيعملوا ايه؟ ايه الطعم ده جاي منين؟ كمان السلطه دي اول مره اكلتها عجبتني جدا، قعدت افصصها بقى، اطلع الاول ايه المكونات اللي فيها، وقعدت بقى اشوف الصوص ده عباره عن ايه في طعمه بقي. ولا ايه يا مريم؟ ايه رايك في الموضوع؟ الو ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله حبيبتي، انت اخبارك؟ الحمد لله. انت فاكراني؟ انا كلمتك امبارح. اهلا بيكي يا روحي. اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. حلوه؟ انا قلت اكلمك بقى كل يوم بقى واسال عليكي. يا روح قلبي منوراني. ده منورك حبيبتي، منوراني طبعا، كلميني كل يوم طبعا. اكيد هكلمك كل يوم. قوليلي ايه؟ قوليلي ماما لو في يوم جت قالت لك انا عامله لك النهارده محشي تنشوكي هتاكلي؟ لا طبعا. هتاكلي منه؟ لا لا. ماما يتقال لها ايه؟ ماما يتقال لها شكرا، تسلم ايديكي، ربنا يخليكي يا ماما، مش هاكله. يتقال لها كل ده؟ يتقال لها مش هاكله. ما وصلتش للتين الشوكي. ما وصلتش للتين الشوكي يا بنتي على قولك، صحيح. حبيبتي نورتيني. ده بنورك حبيبتي، الف سلامه يا مريومه. طيب انا هنا ما فيش ابسط كده من كده. بصوا بقلب السلطه على طول كده اهي بالدريسنج بتاعها، بصوا بيبقى قوامها كريمي جدا اهو، بيبقى قوامها كريمي وخطير، قوامها بيبقى حلو قوي يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، ولونها قريب مش من مايونيز بس، لا انتوا فاهمين يعني، اي حد هيبقى حاسس ان هي فيها ايه، مستردة اهي، والوانتها سهل جدا ان انتوا لما تقعدوا في مكان واكله تعجبكم ان انتوا تعرفوا هي معموله ازاي ومكوناتها ايه، بس بان احنا نقلب فيها شويه نستطعم واحنا بناكل، هنعرف الطبق ده اللي عجبكم معمول ازاي، وساعتها نقدر ننفذه في البيت طبعا باسهل طريقه. ولو اي حاجه عجبتكم في اي مطعم ابعتولي، قولي لي يا فيفا في اكله فلانيه عجبتنا، هي دي مكوناتها ايه، معموله ازاي، وانا بقى اقول لكم. عشان انا اللي بفصص. طيب تعالوا بقى نقدمها. انت صح، هو الطبق ده. انت صح. تعالوا نقدمها اهي، والمانجا بقى بنحطها هي والجمبري عليها. يا ام كرولوس ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه، اخبارك؟ كل اكلاتك جميله وحلوه قوي حبيبتي. انت اللي جميله، تسلمي لي، ربنا يخليكي، تحرمش مني. كل حاجه بتعمليها حلوه حبيبتي، من قلب قلبي، صدقيني ربنا يعلم انا ببقى عايزه اقدم لكم كل حاجه حلوه ومناسبه ليكم. وصدقيني يعني انا هقول لك طبق يعني السلطه ده، بصي انا جايبه كام جمبريايه، مع ان انا ممكن اجيب اكتر، انا مش جايبه لبيتي ولا انا اللي بصرف، لكن لا انا ببقى واخده بالي جدا ان انا هعمل سلطه، سلطه جمبري، وماشي جمبري هو مش هنقدر نجيبه كل يوم، لكن نقدر لما نيجي نعمل اكله جمبري نشيل منها خمسه سته على جنب ونعمل السلطه دي. فصدقيني يمكن الحاجه حلوه في عينيكوا، وربنا مخلي الحاجه حلوه في عينيكوا، لان بجد من قلب قلبي انا عايزه اطلع احلى حاجه. احلى حاجه فيكي ببساطه صراحه يعني. حبيبتي ربنا يخليكي، ما تحرمش منك يا ام كرولس. وقولي لي هتجربي محشي ال التين الشوكي ولا ايه؟ لا لا لا. لا لا. هجرب الجمبري. هجرب الجمبري. جربيه. وممكن على فكره تشيلي المايونيز او تجيبي مايونيز صيامي، هتعجبك جدا. ماشي شكرا. نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلامه. بصوا بقى هنا انا بعمل ايه، ليه ليه هحط كده الجمبري، شايفين الصوص اللي نازل منه ده اهو،
كده بس على الوش هلون. ويا سلام بقى لو كان ليه ليه في ثواني في ثواني هعمل بس بتاع في ثانيه واحده. بصوا بقى بيقولوا لي لا لا في حد مستنيه هوا. بصوا هقدم السلطه اهي وتعالوا بقى السفره مليانه السفره مليانه. تعالوا بقى نعمل التين الشوكي. هتقولي لي يا فيفا يعني انت قعدتي تقولي ده كله في الاخر هتعملي تين شوكي؟ لا انا هعمل عصير تين شوكي مع مانجا. عايزه اقول لكم الاثنين دول ميكس خطير مع بعض ميكس رائع. تعالوا نقول المقادير بسرعه ونشتغل. اول حاجه هنروح للراجل نقول له ادينا تين شوكي. وطبعا هناخد التين الشوكي يفضل ان انا احطه في الفريزر. هقطع المانجا وعندي هنا ايس كريم وعندي هنا سكر وكمان ايه عندي تلج. هاخد هنا التين الشوكي اهو. اتفرجوا على الحلاوه والمانجا بجد ميكس رهيب هيعجبكم جدا. خلاص ماشي الطبق ده بتاعي ماشي. وهحط التلج بقى اهو. كانوش عايزين يعمل لكم النهارده العصير بس انا حاربتهم وقلت لهم لا انا هعمل عصير النهارده التين الشوكي. ماشي. وكمان هروح حاطه شويه هنا ميه صغننين جدا. وتعالوا نضرب بقى كل ده. طيب عايزين تصفوا صفوا بس انا هسألكوا في سؤال. هو احنا بناكل التين الشوكي بنصفيه في بقنا؟ لا فانا مش هصفيه انا هحطه على طول عندي هنا في الكوبايات واستمتعوا بطعمه. اظن النهارده يعني حلقه لذيذه خفيفه. بصوا احنا قدمنا فيها كام حاجه ولسه عندي كمان في حبه من السلطه. الفكرة يا جماعة ان احنا ما بنحط شوية خضار ونحط عليها البروتين بتاعنا بنعمل من الاكلة كمية حلوة جدا. مش كده وبس كمان الشيبسي من غير ما نقعد نقف 10 ساعات في المطبخ. بس انا هحط واحدة ييه. عشان انا مليت على الاخر ونسيت. طيب خلاص كفاية واحدة والتانية لا. علشان كمان عايزة اقول لكم ان الشيبسي بيحلي الاكل جدا فانا ببقى حريصة ان انا احطه مع الاكلات اللي بتليق عليه. هو طبعا بيليق على كل الاكل ومن غير اكل احنا بنحبه وبنحب ناكله ومحدش هيقدر يقول لا اصل انا ما بحبش الشيبسي. ما فيش كبار صغيرين حبيب المصريين كلنا. فعايزه اقول لكم ان انا دايما بحب ان انا اوفق الاطعمه بقى. يعني الـ الـ الاسماك احس ان هي عايزه ايه شويه ليمون معصفر. الساندوتش اللي انا عملته بالهاني ماسترد عايز ايه؟ لا عايز توميه. هو كده الحلاوه ان احنا نعرف ايه اللي بيليق على ايه. قطمه شيبسي وراها ايه حته اكل. لا بجد بيودي طعم حته ثانيه. ودي كانت حلقه يوم الثلاث. انا شغلت البوتاجاز هنا علشان بس اعمل الجمبري ولكن في الحقيقه انا تقريبا ابقى يعتبر ان انا ما شغلتش ايه البوتاجاز. وبتلات علب تونه عشان حطيت حبه كمان عملت الكلاب ساندوتش وعملت كمان عندي هنا ساندوتشات التونه اللي هي صحيه اللي هي حطيتها في الكابوتشي. عملت كمان مهرجان من العيش الفينو وكمان عملت شويه توست مي حمص كده مقرمش على الجريل وحشيتهم بالتونه اللي هي بالهاني ماسترد. واخيرا عملت سلطه خطيره بالجمبري والمانجا. لازم تجربوها واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. من واحده لاثنين بحبكم جدا وما تنسوش العصير الخطير ده لازم تجربوه النهارده وتقولي رايكم فيه. بحبكم من كل قلبي. باي.